واش لا فامي، السلام عليكم اخوان، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده، نتمنى تكون الاحوال ديالكم ديزه في احسن الامور ان شاء الله. المهم كنتو كتفرجوا في الصباح مرحبا بكم، كنتو كتفرجوا في العشيه مرحبا بكم. القناه ديالكم نتوما الاخوان. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جينا نوريكم في اخر تطور كاين شي جديد في السوق حاليا، ما عارفين مع الارتفاع ديال الاسعار والمنتوجات، يعني ما بقاش طالب على السلعه، يعني الكليان قلوا. الانسان يعني خصو يضرب بزاف ديال الحسابات باش انه يتقدى، كيفضل انه يتكافى مع المستلزمات المنزليه. بعد كنا قادينا شي حوايج في المحل، كنا خلينا في الديزاين، كنا بدلنا الديزاين ديال المحل، وتقريبا من ديك الوقت اللي غبرت فيها وباقا الاصلاحات كاينه في المحل، ما تفيناش المحل على قلتي الكل في الكل. انا غادي مع داك الشيء درجه توقف المحل على رجلي بداك الديزاين اللي كاين. المهم في الاول كانت غير فكره ديال الديزاين، عاد من بعد الفكره ولات حاول اننا نطبقوها في امر الواقع، وبدينا كنصلحوا في المحل بشوي بشوي. ودابا بحال اللي قلتي دابا حاليا حنا دابا في السومي فيني، يعني ما بقى والو يكمل المحل الشكل اللي بغينا نوصلو ليه حنا في المحل، باش تحاول الكليان اكثر واكثر. شي محل يزيد يعطي واحد النظرة اكثر، حيت دابا اللي كانت عندك السلعة ومثلا ما ديرها بواحد الشكل انه يقدر يشوف الانسان واش عاجبو ويجي يشري من عندك هذاك المنتوج، يعني خاصك كما كنقولو ضربو على الشعر. سكبي الانسان ماشي انت راه عندك السلعه، مثلا غيجي واحد مثلا انت محل عندك ما لعبش تاع الديكور، عندك السلعه غيجي بنادم ما غيجيش، غيجي بحال قلتي ما كديش انت مثلا كاين باش غادي تجذبو باش توري عندك، ما غاديش غادي يتردد يقول لك لا هذا الخيانه ما بحالش واش عندك السلعه. انا فين كتلعب اللمسه انه الانسان تعرف كيفاش تتعامل معاه وتوري المنتوج. خطر مثلا دابا انت كيجي مثلا حاقر توري مثلا السلعه يقول لك لا هذا ما انت ما السلعه ما والو، يقدر واحد اخر يوري هذيك ولكن بواحد الطريقه اللي فنيه يجذبو باش انه يبيع ليه هذاك المنتوج. اما دابا انت مثلا تبيع هذاك المنتوج خاصك ماشي تبين ليه هذاك المنتوج تبدا مع ازيرو، ماشي تجي وتعطيه الطوب ديال السلعه اللي عندك، تعطيه الطوب يقول لك لا ما عجبتنيش هاد السلعه، غتجبد لي مثلا واحد المنتوج مثلا داير 50 درهم 60 درهم بحال هكا مثلا قفل، نجبد لي عاوتاني واحد القفل اخر عاوتاني داير 80 درهم 90 درهم، والخوش ما عندكش حاجه مزيانه غادي عاوتاني تجبد لي شي قفل اخر عاوتاني داير 120 درهم 130 درهم، يقول لك عاوتاني زيد وريني شي حاجه اخرى، ملي كتبقى غادي ايطاب باغ ايطاب انت كتولي كيقول لك صافي هذا القفل هذا مثلا ديال 200 درهم راه مزيان ما غاديش تجذبو، غايقول لك فهمتي. اكتشفت حنا اننا بغينا نتجنبو هاد الفكره هادي، نلعبو على الديزاين ديال المحل باش السلعه تبان فيه مزيانه باش الانسان يعطيها قيمه، باش هو يشوف داك المنتوج اللي عجبتو شي حاجه تكون مثلا انت ما مبينهاش يقول لك مثلا عطيني هذه. المهم الاخوان دابا ما نحرقوش الاحداث، نوريكم الصراحه كيفاش بداو ازيرو لهذ اللحظه اللي فيها احنا دابا، وان شاء الله من غادي يكون من غادي يتفينا المحل ان شاء الله غادي نوريكم الفينيسيون كيفاش غادي تكون، ونكملوا في الحديث ديالنا. ما تنساوش الاخوان الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دائما. الجهاد ديالكم كتهمنا بزاف، نخليكم واحد الانترو ليتس جو نبداو الفيديو على بركه الله. هنا الاخوان المرحله الاولى باش يلا بديت الفكره، يلا بدينا كنصاوبو هنايا في البلاكارات لي غنوريكم كيفاش تا لصقناهم في الحيط. هنايا الاخوان جات المرحلة ديال الطاجيرات، خاصني نحيدهم باش تجيني الفيترينا مزيانة. هنايا هانتوما هما كيما كتشوفونا دابا كنحيد في الطاجيرات، هنايا انا غادي معاهم دقة دقة نحيدهم باش تجيني الفيترينا مزيان في الجهة هادي، خاصني ضروري نحيد الطاجيرات هادي. We'll be right back.
وان يعني دابا هاد المقتطفات اللي وريرو لهاد اللحظه اللي فيها حنا دابا يعني تاخذوا من هنا واحد واحد المحل تربي واحد مده اي بدل الشكل شويه باش الانسان ما يبقاش يملش فانت الكليان هو ما يملش انا قلتي زعما كاين يعجبو يعني واللي عجبو المحل باش يعاود يعطي عاوتاني يعني واحد مثلا كان كيبقى خدام 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 مرارو واحد في واحد اللحظه من العام يبغى يفرغ شويه يمشي يسافر كيديفو ولا هذه هذه ملي كيسافر كيجي يجاوت لي مش طاقه للخدمه. هنا الاخوان غادي نوريكم المرحله اللي وصل ليها المحل في الحله الاخيره ديالو قبل من الفينيسيو. خليكم معايا وشاهدوا كيفاش ولا المحل دابا. فكره الاخوان اللي كانوا عندكم تساؤلات بتسولوا على شي حاجه في الدروبري شي حاجه مثلا ما عرفتوهاش منين شريتو بتركبو يعني في اي حاجه مثلا ديال الدروبري خلوا لي الكومونتيرات ديالكم انا راه ديما معاكم انا راه ماشي واخا خبرت راه باقي كيجوني لي الكومونتيرات وانا كنجاوب الناس يعني كنعطيهم افكار وانا الانسان ملي كيطرح منك على والدين هذاك هو افونتاج كاع هذيك هي احسن حاجه كاع احمد والدين احسن من هادشي كامل وواحد الفكره اخرى عاوتاني اخوان بغيت مثلا ندير شي لايف في يوتيوب ونجاوب على التساؤلات ديالكم على المباشر مرحبا الف مرحبا خلوا لي الكومونتيرات ديالكم الاراء ديالكم كيهموني ومهم الاخوان هادشي اللي كاين في الفيديو هذا نشوفوا شي فيديو اخر حنا راه مع الجديد راه ما كنغبروا ما والو ملي كيكون شي جديد راه باقي خاص والو غنجيو غنصوروا غنخلوا نحطوا لكم فلاشي ومن الاخوان هادشي اللي كاين هذا بيس تحيه لكم اخوان نشوفوا ان شاء الله في شي فيديو اخر معاكم. We'll be right back.